كابتن حسام، امتى قررت تبعد عن السوشيال ميديا؟ يعني امتى قررت ان انت ما يكونش عندك واتساب، فيسبوك، انستجرام، تويتر، يكون يعني تكون بعيد عن وجع الدماغ ده، والوجع الدماغ ده يكون بعيد عنك، وتركز في مشوارك اللي انت بتحبه واللي انت عايز تكمل فيه؟ بص، انا في الاول انا كنت عايز اعمل يعني سيستم لنفسي بصراحه، يعني سيستم مثلا في حياتي الشخصيه وسيستم في حياتي في مين اللي قرر لك ان انت تعمل السيستم ده؟ انا بصراحه يعني انا كنت عايز الاستقرار مبدئيا، يعني في الاول انا كنت عايز الاستقرار، لان انا اتجوز بدري و اتجوزت مراتي وكان عندي بنتي جنى وانا عندي 20 سنه. بسم الله ما شاء الله. فصغير جدا على لعيب كوره اللي انت تبقى عندك 20 سنه وتتجوز، دي يعني مش 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 كتيره اللي بيعملوها يعني. فكان عندي عايز كان السيستم ده انا كنت عايز امشي بيه. رقم واحد اللي انا اتجوز واستقر، وكنت نفسي اجيب بيبي ولا اتنين ولا تلاته، والحمد لله ربنا كرمني. والحاجه التانيه اللي انا عايز اعمل كيان لنفسي، زي اللي انا عملته دلوقتي الحمد لله. انت الناس شافت البرومو اللي التيم عمله، فالحمد لله ده الانجاز اللي انا عملته، وان شاء الله لسه باذن الله يبقى اكتر يعني تشويق في العالم ان شاء الله. طيب ناوي يا كابتن انك تكون عندك سوشيال ميديا بعد ما ان شاء الله بعد عمر طويل، بعد ما تبطل كوره؟ هل ناوي يكون عندك واتساب، فيسبوك، انستجرام؟ ممكن، ليه لا؟ انا مركز، ممكن يبقى عندي الحاجات دي. على فكره انا يعني بفهم في السوشيال ميديا وبعرف في السوشيال ميديا وبقرا اخبار كتيره وعلى تلفزيون. انت كابتن بتحب اليوتيوب جدا. انا عاشق لليوتيوب. عارف انا عندي قناه على اليوتيوب، بص اجيب فلوس قد كده. لا انا ممكن بعد عمر طويل يعني لما ابطل ممكن يبقى عندي الحاجات دي كلها، بس انا زي ما قلت لك دلوقتي تركز. انا السيستم اللي انا اللي عامله دلوقتي انا مركز في الكوره ومركز في حياتي ومركز في الارقام اللي انا بعملها ومركز مع النادي الاهلي جدا. ده الطموح اللي انا عامله لنفسي. فبعد كده ممكن بقى السوشيال ميديا تيجي بعد كده. كابتن حسام، اكيد بطولاتك